السلام عليكم المشاهدين. اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال لي براونيز سهله واقتصاديه، فيها جوج تاع البيضات. نستعملوا فيها جوج تاع البيضات. عندنا 180 غرام ديال السنيده، عندنا 100 غرام ديال الزبده، عندنا شوكولا كوفرتور. غادي نستعمل هنايا شوكولا اولي، ما عندي شوكولا نوار، مي شوكولا نوار كيجي فيها احسن. هذه 150 غرام. عندنا شويه ديال الفاني، واحد نص معلقه صغيره ديال الفاني بودر، وعندنا معلقه ونص حتى جوج معالق ديال الكاكاو على حسب الذوق ديالكم، كاكاو المون. وعندنا 200 غرام ديال الطحين. للتزيين كنستعملو، انا غادي نستعمل هنايا عندي اللوز مهرمش، غادي نستعمل الكركاع واحد 50 غرام ولا 100 غرام. هادشي ديال التزيين كيبقى على حسب المتوفر عندكم، على حسب داكشي اللي كاين. تقدروا تستعملوا الكركاع بوحدو، تقدروا تستعملوا اللوز والكركاع. هنايا غادي نستعمل في هذه الوصفه، غادي نستعمل اللوز والكركاع ولي بيبي شوكولا، حبيبات ديال الشوكولا. فوا وما نساوش قبيصه ديال الملح وراس المعلقه ديال البيكربونات. وغادي ندوزوا للطريقه. بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ الزبده، غادي نديروها في فان ماري ولا في الميكرووند ندوبها هي والشوكولاط. انا غادي نديرها هنايا في الميكرووند، الزبده مع الشوكولاط، نديرهم في الميكرووند حتى يذوبوا وانا معكم. بعد ما دبلينا الشوكولاط مع الزبده درنا في الميكرووند ولا فان ماري اللي موجود عندكم، تنخلطوهم هكا. نزيدو عليهم البيض، حبة البيض، تنخلطو. ما يحتاجش لنا التراب الكهربائي ولا الخلاط، نخلطهم غير بيدينا كي بحال هكا. كنخلطو النواشف مع بعضياتهم، كناخدو الكاكاو مع نزيدو عليهم السنيدة. نزيدو قبصة ديال الملح مع فاني، نزيدو الطحين اللي مخلط مع الكاكاو. بعد ما غربناهم بطبيعة الحال، هذا هو الخليط ديالنا. القوام ديالو بحال هكا. نسيت ما حطيتش في المقادير واحد القبصة ديال البيكربونات، هي هادي راس المعلقة غير شوية. وتنخلطو كلشي، تنخلطوهم، تنجيبو إطار. الإطار اللي غادي ندير فيه هذا إطار مربع، كيما شفتو كناخدو الإطار ديالنا قد هكا. أنا بغيتو ميجينيش عالي بزاف حيت غادي نقطعو من بعد ونوريه لكم. غادي نديرو
نديرو غنزينو قطع فرديه. خلينا هاد الاطار هكا ونديرو ليه بابيس ديال الزيت ونلصقو هكا بهاد الطريقة باش ميخرجلناش من الجناب. كنكبو الخليط في الاطار ديالنا بل المول ديالنا، ممكن تستعملو المول ديال الزاج الا ما عندكمش الاطار. نفرغوا الخليط ديالنا في المول. كنوزعوا الخليط بشكل متساوي على الاطار ديالنا بحال هكا وكنزينو. كما كتشوفوا ملي خوينا الخليط في الاطار ديالنا كنزينوها بحسب الذوق، شويه ديال اللوز، شويه الكركاه. ولا انا غادي ندير اللوز، غادي ندير الحبيبه تاع الشكلاط، غادي ندير الكركاع. الكركاع غادي ممكن نقطعوه، ممكن نحطو طريفة صحاح. انا هنا غادي نقطعو طريفة صغار لان من بعد غادي نزين هاد بالقناش مونتي ونديرها قطع فرديه. كيما ممكن انكم تخلطوا معها الكركاع الداخل اللي ما بغاش يزينها من الفوق، عنده الكركاع كثير ممكن انه يدير الكركاع من الداخل.